أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحاول نضبط الموضوع قدر الإمكان، الوقت صار ضيق جدا. الفقهاء يذكرون قاعدة يسموها قاعدة الشروط، قاعدة المؤمنون عند شروطهم، قاعدة الشروط، والتي يستدل عليها بأدلة منها يا أيها الذين، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والحديث المعروف المؤمنون عند شروطهم. فيذكر الفقهاء نلخص أهم النقاط، نقول يقول الفقهاء الشرط الابتدائي غير ملزم. شلون يعني الشرط الابتدائي غير ملزم؟ يعني انا امشي وياك بالدرب اقول شرط علي اليك ااجر بيتك مثلا، شرط علي هاي بيتك انا اجر اليك، هذا يلزمني شرعا ان اؤجر بيتك او لا؟ عليكم السلام، مساكم الله بالخير شيخ. يقولون الشرط الابتدائي غير ملزم، فيكون بمثابه الوعد، انا كانه وعدتك اؤجر بيتك، هذا ما به الزام. متى يكون الشرط ملزماً؟ إذا كان ضمن عقد، ضمن عقد لازم. العقد اللازم ما فيه إيجاب وقبول، مثل البيع، مثل الإجارة، هذه عقود. إذا كان الشرط، إذن الخلاصة، النقطة الأولى، الشرط الابتدائي غير ملزم. النقطة الثانية، الشرط الذي يكون ضمن عقد يكون ماذا؟ ملزما. النقطة الثالثة، الشرط الذي يكون ضمن عقدين يقسمونه إلى قسمين، شرط فعل وشرط نتيجة، فلنبين كلا منهما وما هو الفرق بينهما. شرط الفعل وشرط النتيجة، مثلا لنفرض هذا المثال، أقول بعتك بيتي بمبلغ كذا مثلا، بشرط أن تكون وكيلي في تأجير هذا البيت على من أشاء، أو العكس افرضه، أنت ماذا تبيع، تشتري هذا البيت مني أو هذه السيارة مني بشرط أن أكون أنا البائع وكيلا عنك في تأجير هذه السيارة أو البيت على من أشاء. صار واضح؟ بمعنى إذا تم عقد البيع صار البائع وكيلا عن المالك الجديد في أن يؤجر البيت مثلا، صارت إليه سلطة. هنا هل يمكن للمشتري أن يعزل يلغي الوكالة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الوكالة صارت شرطا ضمن عقد. هذا يسمونه شرط النتيجة، يعني تتحقق الوكالة فورا بمجرد إتمام العقد، يعني صار وكيلا له. شرط الفعل يختلف، أن يصير في الذمة الإتيان بالفعل. مثلا أقول
أبيعك هذا الشيء أو أشتري منك هذا الشيء بشرط أن توكلني في كذا. هنا إذا انتهى العقد ما أصير وكيل، ما أصير وكيل، يجب عليك أن تعطيني الوكالة فيما بعد. عرفت الفرق؟ يعني الآن أنا مو وكيل، أحتاج تعطيني الوكالة فيما بعد. فإذا ما أعطيتني الوكالة تكون عاصيا، ولكن لا أستطيع أن أكون وكيلا قبل أن تمنحني الوكالة. زين، على هذا الأساس تترتب عدة نتائج نذكرها ضمن هذه الأمثلة. النتيجة الأولى، هناك قضايا لا يمكن اشتراطها في العقود لأنها تخالف كتاب الله وسنة نبيه، فتكون الشروط باطلة إذا كانت بنحو شرط نتيجة. اذكر لنا أمثلة على ذلك. المثال الأول، وهذا المثال مر علي أنا شخصيا قبل فترة، جاءني شخص رجل وامرأة فقال نريد أن نتزوج ولكن نريد شرط عدم التوارث. يقول أنا رجل مطلق عندي أولاد وهي مرأة مطلقة وعندها أولاد، لا أريدها تورثني ولا هي تريدني أورثها، فنخلي هذا الشرط. في عقد النكاح أن لا يرث الزوج الزوجة وأن لا ترث الزوجة الزوج. هذا شرط يسمونه شنو؟ شرط النتيجة، وهو خلاف كتاب الله فيكون الشرط باطلا. لكن يمكن تحويله لشرط الفعل. شلون ممكن تحويله إلى شرط الفعل؟ كيف يكون؟ بأن يشترط كل منهما على الآخر أن يتنازل عن حقه في الميراث، بمعنى أنه إذا مات أحدهما استحق الآخر الميراث، لكن يجب عليه بمقتضى الشرط أن يتنازل. وصية سيئة؟ لا مو وصية، هذا هكذا شرط. فإذا لم يتنازل يكون عاصيا ولكنه يستحق الميراث. يعني أفرض حصة من الميراث فرد مليون دولار، يقول أعصي ما يخالف ولا أتنازل عن المليون دولار. يعني قصدي لتوضيح الصورة فقط. لاحظتوا الفرق؟ هذا يسمونه شرط الفعل وليس شرط النتيجة، يعني هو مسؤول أن يتنازل عن الميراث، واجب عليه. لكن إذا ما امتثل يكون عاصفة، بعكس شرط النتيجة متحقق. ليه؟ أكو قضية ذكرناها سابقا أيضا نذكرها أيضا لمزيد من التوضيح مع بعض القضايا الأخرى. في عقد النكاح إذا شرط أن يوكل الزوج الزوجة في طلاق نفسها، هذا شنو الشرط؟ هذا شرط فعل وليس شرط نتيجة. أكو بعض الأخوان يشتبهون، يجي يسوي العقد ويقول بشرط أن توكل زوجتك في طلاق نفسها. إذا انتهى العقد هي مو وكيلة فعلا، ما عندها وكالة، ما تقدر تطلق نفسها. إذا كان الشرط أن يوكلها صار شرط شنو؟ شرط فعل، يعني بعدين أنت لازم توكلها.
اختلف وتنازع وقال ما وكله يصير عاصي آثم، لكن ما تقدر تطلق نفسها لأن وكالة فعلا ما صارت بيدها، ليست وكيلة. هذا توكيل بنحو شنو؟ الفعل. يعني أنت يا زوج مسؤول ومطلوب منك أن تمنحها الوكالة لاحقا، إذا ما تفعل تأثم، لكن فعلا ما عندها وكالة. فإذا طلقت نفسها باعتقاد أنها وكيلة يقع الطلاق باطلا. أما إذا اشترط هذا الشرط أن تكون وكيلة، يعني بالفعل مو يعطيها الوكالة، فرق. شرط في أن يوكل يختلف عن شرط أن تكون وكيلة، هذا يصير شرط النتيجة، يعني تم العقد يعني الآن هي وكيلة. وعلى هذا لاحظوا أحيانا كثيرا ما في العوائل تحدث هذه المشكلة، وهي شنو؟ إذا اختلف الزوجان ولجأ أحدهما للمحكمة من أجل الطلاق المدني، ثم بعد وأيضا يتبع ذلك أمر الأموال، أليس كذلك؟ وأمر الحضانة، يعني يتنازعون على الأموال. مثلا افرضوا المحكمة تحكم بتناصف الأموال، نصف أكثر أقل، على كل حال يتم توزيع الأموال بشكل ما، لنفرض نصفها للزوج ونصفها للزوجة، أو 75% للزوجة 25% للزوج، أو أي صورة من صور التوزيع. هذه مشكلة موجودة صحيح، وكثير من العوائل يقعون فيها. المشكلة الثانية وين؟ مشكلة الحضانة. المحكمة تحكم بأن الحضانة افرضوا للأم أو للأب أو للتوزيع بينهما، يومين للأب افرض، يومين للأم، أو ثلاثة للأب يومين للأم، أو العكس، أو أي صورة كانت. هذه هل يوجد لها حل شرعي أو لا؟ نعم، حلها الشرعي أن يشترط ذلك في ضمن العقد بنحو شرط الفعل وليس شرط النتيجة. مثلا بأن يذكر هذه الصورة، اشترطت الزوجة على الزوج أن يقبل بما تقسم بقسمة المحكمة حال وقوع الطلاق، وأن تقبل الزوجة بتقسيم الأموال بما تحكم به المحكمة. اكتفتم؟ يعني الواجب إذا وضع هذا الشرط يصير الواجب على الزوج أن يقبل ما تحكم به المحكمة، والواجب على الزوجة أن تقبل بما تحكم به المحكمة فيما يرتبط بتقسيم الأموال، فيصير العمل شرعي هنا. بالنسبة للحضانة أيضا هكذا، الشرط أن يقبل كل منهما بما تحكم به المحكمة لاحقا في حال حدوث نزاع، فيصير مكلف كل منهما بالإتيان بماذا؟ بالقبول بما يتوافق مع حكم المحكمة. هذه يمكن يكون بهذه الصورة، أو يمكن يكون بصورة أخرى، وهذا موجود الآن في العقود الإيرانية، موجود هذه الطريقة، وهي ماذا؟ كل العقود الإيرانية يذكرون هذا. بس خل شوي نذكر تمهيد قبل ما نكمل هذا المطلب. في إيران إذا فرضنا رجل وامرأة تزوجوا عند الشيخ، جاءوا يم السيد يم الشيخ وزوجهم، أصلا كل شرط ما خلى، هذا ماشي يعني، ايش تريد تتزوج؟ قال ايش قد المهر؟ قال هالقد، قال زوجتك وفلان وقبلت وانت في امان الله، وراحوا مشى. انزين من يريد يروح يوثق العقد، شلون يعطونا عقد مذكوره بهاي الشروط؟ شلون يسووها؟ الشروط تصير ضمن عقد النكاح،
ما تصير بعد العقد. هذه شلون يحلونها هم؟ يحلوها يجون يسوون لي عقد بيع، يقول لي مثلا بيع هذا الخاتم عليها او انت بيع الخاتم على زوجك مثلا، ويخلون هاي الشروط كلها. فلهذا اذا تطالعون العقود مكتوب فيها العقود الايرانيه شروط، الشروط المذكور بما ترجمته يعني، الشروط المذكوره ضمن عقد النكاح او عقد لازم اخر. فتصير يعني هاي تخريجتها القانونيه يسووها بهالطريقه، بحيث اذا هو عقد واجى يريد يثبته بالمحضر القانوني يسوون له عقد ثاني ويخلون الشروط كلها، فيصيرون الناس كلها يعني مفروض عليهم الشروط. اي ولهذا شنو مذكور في العقد الايراني؟ مذكور هذا انه نصف امواله التي حصل عليها يعطيها لزوجته حال حدوث الطلاق. تفتين؟ صار الزواج ولا بعد ها؟ صار الزواج ولا يا زوج؟ اي ففي العقود الايراني هكذا يعني يشرطون انه، لكن هذا شنو الشرط؟ شرط فعل وليس شرط نتيجه. يعني الان هم ما تملك اي شيء المرأة، يعني هو الزوج مكلف بأن يمنح نصف أملاكه التي حصلت بعد الزواج يعطيها للزوجة بعد الطلاق. زين السؤال، إذا كان هذا شرط فعلي يمكن يعصي يقول أنا ما أسوي، المحكمة تلزم نفذه. المحاكم في إيران تنفذ هذا بالقوة التنفيذية، يعني القاضي يصدر قرار ثم يروح للمرحلة التنفيذية وينفذ عليه. القانون مدني مو شرعي. لا شرعي ده، هو ده قانون مدني بس مسوين له التخريج الشرعية. إذا الخلاصة قصدي أنا هنا، إذا واحد يريد يسوي الأمر يعني مثلا، لاحظوا إذا بكرة تنازعت زوجتي وياي وراحت اشتكت وأخذت نص أملاكي، شو أقول؟ أكلتها حرام. وش نقول احنا؟ لكن اذا خلينا هذا الشرط واخذته بعدين ما يصير حرام. ليش ما يصير؟ على المشروط عليه، فواجب علي ان اعطيها نصف املاكي وفق الشرط الذي وضعناه في العقد. يعني الخلاصه، امر الحضانه اذا اردنا أن تكون نتائج حكم المحكمة متوافقة مع الشرع في الحضانة أو في تقسيم الأموال، فيشترط ذلك في عقد النكاح أو عقد لازم آخر بهذه الصورة، بأن يكون الشرط شرط فعل وليس شرط نتيجة، بحيث يكون الزوج مكلفا بالقبول والزوجة أيضا هكذا، كل منهما يكون مكلفا بالقبول بما يحكم به القاضي في طريقة توزيع الأموال أو في الحضانة. يشترط بالقاضي يكون مسلم مؤمن؟ لا حسب الشرط. أي قاضي؟ يعني مثلا احنا مو شرطين هالشرط، بس الشرط مفروض بين الزوج والزوجة هكذا صح، أن يقبل كل منهما بما يحكم به القاضي الأسترالي في طريقة توزيع الأموال أو في الحضانة. بالنسبة للقوانين، وجوب الالتزام بالقوانين بالنسبة للدول الأسترالية، هذا ما ينجر على نفس القضية بالنسبة للدول؟ لا لا لا، باعتبار التموافق على قوانين هاي الدولة. لا، هذا الشيء ما يحلل الحرام. شوف، قوانين لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال. بالنسبة للزوج يعني هاي القوانين الموجودة هنا تفرض على الزوج انه ينطي نصف امواله 75% الى زوجته في حال الطلاق قانونا. قانون. هذا القانون يصير شرعي بالنسبة ملزم؟ لا مو ملزم، لا لا لا، هذا القانون ما يجعل من الناحية الدينية الشرعية.
هل المال حلال للزوجة إذا أخذت طلاقها أو فرضوا راحت داعت زوجها في المحكمة وأخذت نص أملاكها ما تصير حلال ما تصير أو العكس حتى ينطبق على الاثنين طبعا ما تصير الأموال حلال هذه حلها بوضع هذا الشرط في عقد النكاح الآن وضحت لكم الصورة الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة أكو شرط فعل وأكو شرط نتيجة تفضل نعم يعني الاسلام هو اللي يبني اسره بطريقه معينه فوضع نظم معينه تحكم بنيه الاسره نعم هذا موضوع يعني منفصل تماما هذا موضوع المؤمنون عند شروطهم لان هنا اخذ منظومه خاصه للاسره انا اعطيك بس كيس استدي يعني هنا في استراليا صار نعم حتى هذا ممكن هم يخليك شويه تشوف ما يقول براين ستورمز نعم حاله من الحالات صارت وحده استراليانه كنت طالع الكيس مالتها هذه استراليا غير متدينه تاخذ المخدرات نعم ما صار توافق بينهم وبين زوجها صار طلاق انتهت القضيه بالنتيجه كونها تاخذ مخدرات عند محامي جيد خذ الحضانه مال الاطفال صارت هنا طيب هو صار مثلي العلاقه عنده هوموسيكشوال يعني زوج نعم واحد مثلي انتهت القضيه انه هذا الشخص الجديد اللي دخل في حياه الاسره صار كلش قريب من الطفل. لا إله. صار قريب من الطفل الأم سعت لها الكنيسة آخر شيء امتنعت عن المخدرات لمعالجتها وبالنتيجة صار هي متدينة. طيب. الإشكال اللي أنشئ في البداية هي ما عندها القدرة على تربية ابنها كون هي تأخذ مخدرات هسه صارت متدينة وكنيسة خلفها وكذا. زين. فرضوا القضية للقاضي. نعم. القاضي بمن حكم بالنتيجة؟ حكم لصالح الرجل. لصالح المرأة هذا الحكم الأول يعني حكم المحكمة صار كالتالي زين بما أنه صارت علقة بين الطفل وبين هذا الشخص الجديد اللي دخل للعائلة إذا زالوا الطفل من هاي العلقة الجديدة اللي نشأت بينه وبين الشخص الجديد راح يتأثر نفسيا وبالتالي ما جاي يفكرون بالمنتل هيلث وكذا وهذه فحكمه والحكم هذا يبقى في هاي العائله الشاذه اللي بيها العلاقه انا بس اريد هذا يعني اعطيك مثال وتقرير في واقع نفترض رجل وامراه مسلمين اثنينهم وخلوا هذا الشرط بما تحكم به المحكمه احدهم اخذ الحضانه ونشات علاقه مثليه بالضبط نفس هذا الكيس زين هسه هنا صار قول ملزم هو لتنفيذ الشرط زين شلون حل الاشكال طفل جاي ينشا في علاقه بها شذوذ جنسي ايه هذه يعني التفاته جيده وان كان هي هذه حاله نادره ولكن يعني ايه الكتاب السنوي اللي يصدر عن محكمه العائله الفاميلي كورتس في استراليا يتضمن 1000 وما ادري شيء مرات 10000 كيس تسمع لعاجيب لا قصدي هاي الحاله اللي تقول عنها نادره مو القضايا قضايا كثيره ادري ولكن يعني الآن إحنا خلينا نستفتي الشرع في هذه الحالة لنفرض مثل ما تقول أن زوجين اشترطا هذا الشرط وحصل الطلاق وثم حكمت المحكمة بأن الحضانة للأب يعني هو هاي نفس الكيس اللي تتفضل به ها ومسلمين وشيعة أي والرجال طلع كذا مثل ما تقول يعني نروح الكيس نقول كله وجدت حالة مشابهة عندنا طبعا الشرط اللي ما يحل حرام ولا يحرم حلال اذا شيء مخالف للشرع يسقط حكم يعني الان هنا في هالفرض اصطدم بحاله مخالفه للشرع يسقط حتى لو ما حدد الشرط متضيق بالحلال هو طبيعة الشرط أي شرط اشترطه يكون متقيد بالحلال ما يشمل حالات الحرام
يعني قصدي هي الشروط ممكن تأخذ صياغات كثيرة، هذه واحدة من الصياغات. يعني أنا من العقود اللي مرت علي عندي صور كلش كثيرة متنوعة من الشروط. جتني عائلة مثلا قالوا احنا نريد الشرط انه يعني هم اقترحوا هذا الشيء، مو انا اقترحته اصلا عليهم، هم قالوا نريد اول شرط ان تكون هي وكيلة في طلاق نفسها، ثانيا نريد ان تكون الزوجة مأذونة في الخروج من البيت والسفر. باكر لا يقولها ها لا تسافرين ولا تروحين ولا تروحين الشغل، لا تكون مأذونة في السفر والخروج من المنزل. مو الزوج من حقه يقولها لا تطلعين بدون إذني، فتقول أنا شرطي أكون مأذونة في الخروج من البيت. إذن فعلي هو شرط فعل، شرط نتيجة. يعني الآن هي مأذونة، هي تم العقد هي مأذونة تروح تجي. الشرط الثالث أنه في حال حدوث الطلاق يتناصفان الأموال. يعني مو شنو يحكم القاضي، لا هم شرعا يكون ملزمين بالتناصف الأموال، كل منهما يدفع نصف أمواله للآخر بلا مقابل. الشرط الرابع أنه في حال حدوث طلاق ووجود أولاد أن تكون الحضانة كاملة للأم. يعني اللي هو الزوج يعطي حق الحضانة، مو الحضانة للأم لسنتين، هذا المشهور عند فقهائنا. زين ورا السنتين تصير حضانة للأب. فهي قالت هذا يعني يعرفون بالأحكام الشرعية اللي جابوها الشروط، أن تكون أن الزوج يعطي الحضانة للأم في حال حدوث الطلاق ووجود أولاد، يعطي الحضانة كاملة للأم. لا ما يخرج من المنظومة الإسلامية. بني كملتهم العقد؟ ها؟ كملتهم العقد؟ بني ما يتعارض، ما في أمور تتعارض وهي الحلال والحرام ضمن الشروط؟ لا ضمنها الخروج؟ لا مأذونة إذن، مو أن يأذن لها، أن تكون مأذونة مثل أن تكون وكيلة. إيه؟ يعني شرطنا تحقق. فهي الآن فعلا مأذونة وما يقدر يقول لها لا تروحين بعد. شايف شلون؟ هي مأذونة في الخروج من المنزل والسفر أيضا. خالد استراني. يعني قصدي ها؟ وأكو صور كثيرة سنة ما أتذكرها، يعني تجارب ولدت مجموعة كبيرة من الشروط. أتذكر مرة مرت علي عائلة قالت البنية قالت أنا أريد مهري 400 سكة ذهب. هو والله طبيعي الناس وايد يشرطوها يعني مهر، لكن اللي لفت نظري قالت أريد كل أسبوع أو كل شهر، يمكن كل شهر يعطيني واحدة. ما دمنا حيين كل شهر واحدة يقصطها إلى أن تخلص. شيء عجيب يعني كل شهر يكون يطيني السكة. حسب فتوى السيستاني المؤخر إذا لم يذكر له أجل ينقلب إلى معجل، يصير كل حاضر يعني. لابد من ذكر الأجل. أجل ممكن يكون شهر، سنة، 10 سنوات، 5 سنين، 7 سنين، 20 سنة، ممكن. أرجع إلى قضية اللي جوني قالوا إحنا نريد، بس هاي نكملها ونخلص. قالوا إحنا نريد السولين نعقد شرط ما في توارث. أنا مطلقة عندي أولاد، هو هم يقول أنا مطلق وعندي أولاد، عندي بيت، عندي أملاك، وكلهم يعني في نفس الوضعية. والأعمار بيد الله، باكر أنا أموت تورثني، هي تموت أورثها، أنا لا أريد أورثها ولا هي تريد، يعني ما يريدون توارث بينهم.
لا يعلمون من سيموت قبل الآخر. قلت لهم هذه ما تصير، لأن الشر تصير خلاف الشر، خلاف كتاب الله، صير باطل، شرط باطل. وهاي بالمناسبة الشرط باطل عند السنة والشيعة، بشرط عدم التوارث يصير الشرط باطلا عند المذهبين. قلت لهم الحل أمرنا، الأول مسوي شرط فعل مو شرط نتيجة، أنه من يتأخر موته يتنازل عن حقه في الميراث، ولكن ما مضمون أنه يلتزم بهذا. قالوا لا، هاي ما تفيدنا، يجوز ذاك يعني الحي الساعة يجوز يقول لك أنا أعصي بس آخر الأمور. قلت لهم الحل عقد المؤقت. هي طبعا المرأة كانت رافضة لفكرة العقد المؤقت كلش، يعني عندها عقدة ما أدري شو، إيش قد ما حكينا وياها وكذا، قالت هاي كل شيء ولا تجيبون هاي سالفة المنقطع، ما أريدها، أنا ما معتقدة بيها، إيش هي وكذا. بس أنا من الحكي حسيتها هي نفسية مو اعتقاد ديني وإن ما يجوز وكذا. فضربتها على الوتر الحساس، قلت لها حجيه خلينا نسويها مده طويله 20 سنه. قالت هي 20 سنه ما يخالف. اي والشيء الاخر نوثقها الاوراق. قالت هي هاي تمام، كانه عندها عقده من مده قصيره يعني. اي فسويناها لهم عش، قلت لهم لان المتعه ما بها ميراث خبز ما تحتاج شرط، فسويناها عقد منقطع لمدة 20 سنة وحلينا موضوعها والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.